المجتمع الشفاعوي بالذات وفي المنطقة. وانطلقنا من الشفاعوي 86 لكنا أول دولة بنزل على أوديتوريوم حيفا في الزمانات كان شيء كبير بنزل على أوديتوريوم يعني زي ما كنا عاملين. بس عندنا مسائل الله يسعدك نزلنا كنا خايفين وكان الحكي هذا في 93 واحنا الواحد فينا كان عندنا استأجرنا الموتورولا الزلكي عشان نحكي مع بعض مصر من جوا ومن برا وعبينا الموتورولا Oh,